مزيانين، كنتمنى تكونوا راكم بخير وعلى خير، ورمضان مبارك سعيد بالصحه والسلامه طول العمر باش كنتمنوا ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم الطريقه ديال التحضير ديال المعقوده. عندنا هنايا 6 ديال البطاطات، يعني قشرتهم و يعني تقشروها وتغسلوها وقطعتها هكا على شكل مربع، ودابا غادي نديرها تسلق. يعني خليكم معايا تشوفوا الطريقه كما كتشوفوا. هنا دابا درتها في مرميطه باش تسلق، وخليكم معايا ملي غادي تسلق ان شاء الله غادي نوريكم طريقه التحضير ديالها. حضروا لاصوص اللي غادي نحضروا فيها معقوده. عندنا هنايا الفرس، عندنا هنا الخرقوم والسكينجبير والملحه والابزار وشويه ديال الكمون والتحميره. غادي نخبيهم هنايا انتما كيفما كتشوفوا. عندنا هنايا كاس ديال الماء دافي كيفما كتشوفوا، غادي نخلطوا هذا الشيء مزيان هكا. شوفوا هذا هو الخليط ديالنا، يعني خصو يجي بحال هكا. ودابا غادي نخليكم باش تشوفوا طريقه التحضير ديال المعقوده. كما كتشوفوا ها هي بطاطا بعد ما سلقناها، يعني بعد ما حيدتها من الكسرونه ودرتها في الشبكه، يعني خليتها تقطرات مزيان ما بقاش فيها الماء. وهانتوما دابا غادي نسد غير فرشاطه يعني عاديه هكا، نبقى كنصايبها بحال هكا. يعني الطريقه سهله بزاف. البطاطا ديالنا كيف ما كتشوفوا هكا الشكل ديالها خص يجي بحال هكا. وهنا عندنا قزبر ومعدنوس غادي نخبيو حنايا. غنديروا شويه ديال الملحه، وغادي ندير شويه ديال السودانيه على حسب الاختيار ديالكم. الا ما كانتش كتعجبكم ما ديروهاش. وندير شويه ديال القزبر يابس يعني مطحون، شويه ديال الابزار. ودابا غادي نمزج هذا الشيء مع بعضياتهم ونوريكم الشكل ديالها. كما كتشوفوا ها هو الشكل ديال البطاطا بعد ما درنا لها القزبر ومعدنوس وشويه الملحه وشويه ديال الابزار وشويه السودانيه. دابا غادي نكورها كويرات يعني دوائر. انتما كيف ما كتشوفوا بسم الله غادي ناخذ هكا بسم الله. انتما نحطها هنايا بسم الله. نعاودها ثاني واحده اخرى. كما كتشوفوا هي معقوده ديالنا بعد ما كورناها شويه ان شاء الله، وغادي
نوريكم كيفاش غادي نديرها في داك لاصوص ديالها ونقلبها ان شاء الله في الزيت. كما كتشوفوا هذا هو لاصوص ديالنا، دابا نديرو معقوده هنايا هكا، ودرنا الزيت يسخن ان شاء الله غادي نقلبها هكا، يعني هكا نديرو لها. كما كتشوفوا كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال المعقوده، جات زوينه بزاف، وحتى في المذاق ديالها راه غادي تكون زوينه. ها انتم كيف ما كتشوفوا الله، غادي نحضر معكم التيشه، خليكم معايا باش تشوفوا المقادير اللي عندي هنايا. عندي هنايا التيشه كيف ما كتشوفوا، يعني التيشه على حسب الاختيار ديالكم، يعني على حسب انتم شحال بيكم ديال الناس، يعني انا حنا غير شويه بينا، يعني درت غير شي شويه، المهم على حسب نتوما، يعني نتوما اللي تختاروا واش ديروا بزاف ولا شويه. كيف ما كتشوفوا عندنا هنايا الابزار، الخرقوم، الملحه، وعندنا سكينجبير، وعندنا واحد الضامط ديال الكنور، وعندنا هنايا التحميره، عندنا هنايا الزيت، عندنا هنايا قزبر ومعدنوس، عندنا هنا مطيسه الحك، عندنا هنايا بصله مطحونه طحنتها، وعندي هنا جوج مطيسات طحنتهم حتى هما، وعندي هنا الكرافس والقزبر ومعدنوس هما طحنتهم واحد شويه. دابا خليكم معايا تشوفوا الطريقه. كما كتشوفوا درت الماء في كوكوط يغلى، دابا ندير الزيت. هانتوما دابا دنحنا القزبر ومعدنوس، نخوي البصله نطحنت، مطيسه، القزبر ومعدنوس والكرفس اللي طحنت، ها هو غندير دابا التوابل، يعني الملحة والإبزار والسكينجبير والخرقوم، هانتوما كيف ما كتشوفو، وكنور. هانتوما دابا غادي ندير كنور، دابا غادي ندير التيشة، هانتوما كيف ما كتشوفو، دابا غادي ندير مطيسة الحك، غادي نخوي مطيسة الحك، بسم الله، هانتوما كنديرو مطيسة الحك. مطيسة الحك دابا غادي نبلع عليها ونخليها لمدة نص ساعة هكا كطيب ان شاء الله. غادي نحضر معكم الطريقة ديال تحضير الديسير اللي هو سهل بزاف وزوين في نفس الوقت، وما كياخذلكش بزاف ديال الوقت، يعني دغيا دغيا تصايبوه. وبالنسبة للمقادير يعني متوفر في جميع المنازل، يعني اي واحد عنده هاد المكونات. نخليكم دابا تكتشفوا المقادير. عندنا هنا سنيدة، وعندنا هنا نشا، وعندنا هنا النكهة ديال الحامض، وعندنا هنا الحليب، خمسة الكيسان ديال الحليب كيف ما كتشوفوا. دابا غادي نجيب هنايا، غادي نخوي الحليب، بسم الله، دابا غادي ندير سنيدة، بسم الله، نبغي نقلب له، ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة، صافي درت ربعة د المعالق، يعني على حسب الحلاوة، هانتوما واش كتبغوا الحلاوة بزاف ولا شوية، يعني سنيدة على حسب الاختيار ديالكم شحال ما بغيتو ديرو. وبالنسبة للنشا هانتوما غادي نعبر معاكم، عندناها معلقة، هانتوما ندير يعني هادي هي جوج، يعني جوج معالق ديال النشا، ودابا غندير النكهة د الحامض. كما كتشوفو هادو هما المكونات ديالنا، يعني خلطتهم مزيان، يعني ما خليتش النشا يعني تكون لي حبيبات، يعني راني خلطتها مزيان.
ودابا غادي نسد شي كسرونه وغادي نخويها فيها ونديرها من فوق العافيه، يعني خاصها تطيب من فوق البوطه. كما كتشوفوا ملي درتها طيب دابا ونبقاو كنخلطو كنخلطو تنحصلوا على واحد الخليط اللي هو يكون متجانس، يعني يقصح شويه، يعني بان لكم بدا كيقصح. كيف ما كتشوفوا هو الخليط ديالنا موجود، ها كيفاش كيجي بحال هكا. دابا غادي نخويه في الكيسان. شريت هاد الكيسان، هادو هما فاش غادي ندير الديسير ديالي، وانتم يعني يمكن لكم ديروا اي كاس عندكم موجود اللي يمكن لكم تستعملوه. هاد الديسير ديالنا هو هذا. دابا غادي ندوز للطريقه ديال التزيين ديال الشكل ديالهم. دابا غادي ندوز نعسلو البنان باش نزينو به الديسير ديالنا. عندنا هنايا جوج بنانات، يعني كتقطعهم دوائر، وعندنا هنايا سنيده، وعندنا هنا شويه القرفه. خليكم معايا تشوفوا الطريقه كيفاش غادي نعسلو البنان. كتشوفوا جبنا المقله ودرنا فيها البنان والسنيده. دابا غادي نزيد سنيده من فوق هكا باش تلبسي معاها. انتما كيف ما كتشوفوا نزيد شويه د القرفه، بسم الله، نديرو شويه د القرفه باش تعسي معاها تا هي انتما. ودابا غادي نخليوها تعسي وان شاء الله نوريكم الطريقه ديال الشكل النهائي ديالها. البنان ديالنا تعسل كيف ما كتشوفوا. دابا غادي نديرهم فوق الديسير ديالنا. ما هو الديسير ديالنا ملي درت لهم بعد ما درت له البنان معسل، ها انتوما. غادي نزيد من فوقها الكراميل ان شاء الله. دابا نحضر معاكم الطريقه ديال التحضير ديال الكراميل في الدار. هانتوما كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وبالصحه والراحه. هذا هو الشكل النهائي ديال هاد الديسير اللي صيفطت معكم، يعني سهل بزاف ما كياخذش الوقت. وهنايا تنقول لكم بسلامة وسهية طيبة، وكنتمنى ينال الإعجاب ديالكم. ومع السلامة، وما تنساوش تفعلوا الجرس وديروا لايك وتبارطاجوا مع الناس اللي عزيزين عليكم. ونتلاقاو إن شاء الله في وصفة جديدة إن شاء الله. يلا مع السلامة. تنقول لكم النهاية ديال الحلقة، وهذا هو الشكل النهائي ديال الوصفة اللي حضرت معكم اليوم ديال الديسير، اللي هو سهل بزاف، يعني ما تاخدش من وقتكم بزاف، وأي واحد يمكن له يحضرها في داره. وهنايا تنقول لكم مع السلامه، وما تنساوش تفعلوا الجرس وديروا اللايك وتبارطاجوا مع الناس اللي عزيزين عليكم. وشهية طيبه ان شاء الله للجميع، ونتلاقوا ان شاء الله في وصفه جديده. مع السلامه. تنقول لكم وصلنا لنهايه ديال الحلقه، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. انا غادي نخليكم تكتشفوا الاطباق اللي حضرت معكم اليوم. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا باللايك وبارطاج وتفعلوا الجرس. وشهية طيبة ان شاء الله. واللي عنده شي سؤال يمكن له يكتبوا لي في، يعني في، يعني يكتب لي السؤال ديالو، وانا غادي نجاوب على جميع الاسئله ديالكم. ونخليكم تكتشفوا الاطباق. مع السلامه، وشهية طيبه وبصحه فطوركم. ديالنا كي جات، يعني هذا هو الشكل النهائي ديالها. ها انتم كيف ما كتشوفوا، درت الخصم لتحت وحطيت معقوده وزوقتها بلاصوص انجيريا وب مايونيز، يعني شي حاجه اللي بسيطه تقدروا ديروها، يعني سهله. ها انتم كيف ما كتشوفوا. اي واحد عنده شي سؤال يمكن له يحط لي السؤال ديالو، وانا غادي نجاوبكم، يعني بكل سهوله غادي نجاوبكم. ها انتم كيف ما كتشوفوا، هذه هي هذه هي التيتا ديالنا. ها انتم كيف كتجي، ها انتم يعني زوينه. ها انتم، وهذا هو الديسير ديالنا اللي حضرنا قبيلات. ها هو الشكل ديالو النهائي هكا. انتم كيف ما كتشوفوا، يعني سهل بزاف، اي واحد يمكن له يديره، يعني ها انتم سهل، واي واحد ما فهمش شي حاجه